بكم. مرحبا بكم كاملين وموعد جديد مع برنامج أجيال. كنلتقيو كل أسبوع لأجل الحديث عن مواضيع مختلفة، إنجازات الشباب، إحباطاتهم، شباب وغير شباب، لأننا كنهضروا على المجتمع المغربي كامل. كنرحب أولا بفريق برنامج موم وخالد مقدر غيزان كباري، مرحبا بكم. كلشي بخير؟ مزيان؟ الحمد لله كلشي مزيان. بخير سي خالد؟ بخير. 2014 حنا كنشوفوا. واش في 2014 غنعاودوا نسمعوا شي تيتر ديال هوسه؟ تيتر في أوبلوريال ان شاء الله. ان شاء الله، يعني شي البوم كيوجد ان شاء الرحمن. شكرا شكرا طبعا لكل حضور، شكرا للجمهور اللي حاضر معنا واللي واللي عطينا واحد الجو اللي هو زوين. اليوم عندنا ما احترمناش التعدديه، عندنا رجال فقط. لا لا، ما عندناش بنات ولا عيالات ولا نساء كما بغينا، عندنا غير رجال، ولكن كل واحد يهضر على موضوع اللي عنده علاقه بالرجال وبالنساء. اولا غيكون معنا كريم السعيدي اللي غيتكلم على الفن. كريم مرحبا بك. كريم السعيدي اول مره تلاقينا به في 2007 كرجع من فرنسا للمغرب باش يلعب، كنا شفناه في افلام كثيره قبل ديكشي، واول دور كان باين ديالو كان مع ستيفن سبيلبرغ في الفيلم ديال ميونيخ، ولعب الدور ديال الارهابي. دابا بزاف ديال الحوايج تبدلوا من 2007 ل 2014، عاد نهضروا على هادشي كامل وغنهضر معك بالفرنسي ما تخافش. لا نهضر معك بالعربية. 2007 دابا راه تعلمناها صاحبي. صافي انا العربيه مزيان ما عليكش. غيكون معنا كذلك كريم كانوت. كريم كانوت اللي ما عنده حتى شي علاقه بكانوتي، اللاعب المالي اللي ما كيجي. كاين شي حاجه، كاين شي الغيزه، راني تقلب. كريم اللي هو كوتش، هذا كوتش غادي نخليوها بحال هكا باينه ديفرين، ترجعوا وسط البرنامج ونتذكروا كوتش ديالاش، واش ديال الكره ولا ديال البي ان ال ولا ديال الشباب، غادي نشوفوا غنفهموا. وكاين معنا كذلك نشيط جمعوي مهدي بن كيران، مرحبا بك المهدي. المهدي انت كانت عندك جمعية ولا باقا عندك جمعية معروفة لي زادميراتور دو سا ماجيستي، محبي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ما غنهضروش على الجمعية، غنهضرو على حوايج أخرين دابا، منهم أنك مدير عام ديال جمعية ما تقيش ولادي، وكذلك واحد الجمعية جديدة اللي غادي تعتمد على لي دون. قداش ما عطيتي قداش ما غيكون عندك واحد العضويه اللي هي قويه في هذيك الجمعيه. ان كونسيبت جديد، وهذاك الشيء علاش بغينا حنا نتناقشوا على هذا الكونسيبت واش يقدر يتمشى في المغرب. كريم مي الا كتنعس باش كتريح لو كور تاعك عادي واخا، مي الا كاين الحلام اون بليس ديك الراحه على سي دي سيني. سي سمح لي هذا واحد النقطه اللي كنت دائما كنبغي نناقشها، لانه هاد المساله هذه يمكن الناس يكون عندهم احلام اللي هي غير واقعيه تماما وكيولي عايش على ذاك الحلم. معنا كريم كانوت، جو فون بروفيتي، بغيت نسولو على هذه المساله. كيفاش كديروا مع الناس لانهم هذا الايمان المطلق بانه الا حلم شي حاجه وشد في الحلم ديالو غادي يديرو، وانت ككوتش يمكن لك تفهم بانه راه صعيب هذاك الحلم يتحقق، ولا راه باش يتحقق خصو تضحيات كثيره لديك الانسان ما مستعدش انه يضحي. الوغ هنايا غادي نفرق بين جوج حويجات، الحلم مزيان نحلمو، ولكن واش الحلم اسكيلي ان اوبجيكتيف او با، واش هو هدف او لا. الحلم تيبقى واحد الحاجه اللي كتعطينا ديك كتخلي عينينا يبقى يبريو فاس لي ديفيكولتي، يعني عندي شي حاجه زوينه كنحلم بها كتخليني نفيق كل صباح. باش نقدر نحققها ما كافيش الحلم، خصني نحطوا اهداف، والاهداف خصها تكون رياليزابل من بين لي كريتير ديالها باش نشوف واش غادي نوصلوا ليها اولا ما نقدروش نوصلوا ليها. كريم انت الاحلام ديالك كلهم كيبانوا لك يمكن لك تحققها؟ خويا راه ستيفن سبيلبرغ راه ما عندوش كرتا عينين ولا عندهم الدم خضر، الا وصل هو هذيك الطريقه علاش انت ما توصلش ولا انا ما نوصلش؟ طيب انت شو بغيت نقول لك؟ En parlant de passionné, moi ma question s'adresse à Karim. Est-ce que les conditions de travail ou les conditions de vie peuvent nous permettre maintenant d'être juste passionné sans faire aucun calcul ? بالنسبة لي quelqu'un qui est passionné, كتبالك في les moments difficiles. Par exemple, هاوتي هضر على les difficultés, mais tu sens qu'il y a une énergie qui se dégage. C'est-à-dire, ماشي le passionné حدو واحد الوقيته غيمل. باسكو سولتي قبيله قلتي لي شنو هو الكوتش شنو هو هذا، غادي تقول لي السؤال اللي كيطرحوا عليا دابا بزاف ديال الناس هو هادشي ولا بزاف. ياك؟ ميتي ولا كاين بزاف كنلقاوه بارتو. انا بالنسبه ليا لا باسيون كيفاش كتبان دابا؟ ميتي فاش كيبان اولا شي حاجه زوينه فاش كتبان بحال شي حاجه زوينه كلشي كيبغي يقرب ليها، مي فاش كتبقى غاده هذيك الحاجه وكيحيدوا من هذوك الحويجات الزوينين اللي هما ربما لو سالير، ربما ديك الشهره ديالو، ربما سميتو، تيبعدوا دوك الناس اللي كانوا جايين على ديك الحاجه. فاش كتمشي ديك الحاجه شكون تيبقى؟ تيبقى في الاخر هذاك السيد اللي كيلي باسيوني. انا ما تهضرش معايا الا ما كنتيش عندك اون اكسبيريونس على الاقل 10 سنين في واحد الدومين، ما تجيش تقول لي انا باسيوني.
كنتكلموا على الخدمه كنتكلموا على باسيون. حنا دائما كنقولوا بان الانسان الا ما كانش عنده واحد الحب ديال الاشياء اللي كيمارسها ولا الحب ديال المهنه اللي هو فيها ما يقدرش يصبر على بزاف ديال الحوايج. ولكن الموضوع اللي غنحاولوا نناقشوه مع كريم هو الدخول بعدا لسوق الشغل. كيفاش غادي نوصلوا لهذه الخدمه؟ شنو خاصنا نخدموا؟ كيفاش يمكننا ندوزوا دي زونتروتيان ولا سي جوابات اللي هما مزيانين؟ كيفاش نعطيو صوره زوينه على راسنا لهذاك السيد اللي يقدر يتحاسب معنا انطلاقا من جمله غلطه نقدروا نقولها ولا انطلاقا من فكره كيقول عندك فيها الانا ديالك تخي غونفلي كبير بزاف. كريم انتم كادي تخدموا بزاف مع هاد الدراري، ولكن انا السؤال اللي محيرني هو كنشوفوا لي كوتش في لي راديو كنسمعوهم. دابا اي راديو تشعلها اي تلفازه كتلقى دي كوتش حاضرين، ما كنقولش انهم كيقلبوا على الشهره ولكن المهم كيهضروا وظريفين وزوينين، ولكن اوف حتى شي واحد فينا ما عارف هذوك لي كوتش اش كيديروا. واش اللي بغى يوصل لهم خاصو يخلص فلوس؟ واش هما غاليين؟ واش هما رخاص؟ واش هما كاينين ديما؟ واش كيتلاقاو بهم فرد فرد ولا كيديروا واحد الاجتماعات مع ناس بزاف باش كيعطيوهم عاوتاني نفس الهضره؟ لانه كاين حتى المشكل ديال القولابه، مايمكنناش حنا نديروا قالب لكل الناس كلهم بحال بحال نعطيهم نفس النصيحه. شربوا الحليب كاين الحليب ما كيجيش معاه مثلا. فحاول تعطيني غير شويه فكره على هاد لي كوتش هذوك كيخدموا مع الناس. الو انا ما نقدرش نهضر لك على كاع لي كوتش، غنهضر لك على راسي ياك. ومن خلال هذاك الشيء غادي نقول ربما الناس غادي يلقاو دي زيليمون دو ريبونس على الاجوبه ديالك. انا بديت في الدومين في 2010، كنت فاش نقول شي واحد جو سوي كوتش جو سوي اوبليجي ديكسبليكي، ما كانوش يعرفوا. دابا مثلا هذا العام ولا العام اللي فات كانت واحد بدا واحد لو بوز اوتور ديال هذا الميتي هذا. في الاول كان شويه غريبه، دونك بديت انايا في الاول سيتي الوغ لو كوتش ما تيعطيش نصائح، هذه اول حاجه. وخصنا نفرقوا ما بين كوتش ترينر فورماتور كونفيرونسي. كاين بزاف ديال لي دومين هضرتي قبيله على بي ان ال وهذا، كاين بزاف ديال لي دومين ديكسبيرتيز. الوغ لو كوتش سي ان اكومبانياتور، ولاكومبانيمون كان شحال هادي شي واحد تيجي تيعاونك باش توصل شي حاجه، باش تيعاونك. يقدر يعاونك بالنصائح ولكن يقدر يعاونك غير ب كيديريجي داك لاتونسيون ديالك لهذا. تنقول لك مثلا شنو هما الحوايج اللي زوينين فيك؟ وشنو هما الحوايج اللي بغيتي ديفلوبي فيك؟ هذا السؤال بحد ذاته راه تيفتح لك الباب انك تفهم بزاف ديال الحوايج. دونك انا الميتي ديالي كيفاش كنخدم لاكومبانيمون، كنديرو انديفيديوال كوليكتيف، كنركز بزاف على الاسئله. داكشي علاش بديت ريسامون واحد لا ريشيرش على واحد لو دومين سميتو لا كيستيولوجي، اللي هو علم طرح الاسئله اللي كيدينا اننا كيفاش نقدروا نعاونوا واحد السيد بلا ما نعطيوه الجواب. قبيله كنهضر مع السي خالد، لاحظت فيه واحد الحاجه زوينه، انه هو تيهضر معاك ما تيقولش بزاف ديال الهضره، تيسولك وتيسولك وتيسمع لك من خلال السؤال. الا بغى يفهم شي حاجه تيعاود يسولك، دونك الا خليتك انت تلقى الجواب راسك احسن ما انا نعطيك الجواب. اول وحده سي ليكسيلونس في لي زيتود، الناس اللي عندهم مشكل ديال لا كونسونطراسيون، كاين اللي كيوصل حتى للامتحان وكينسى كل شيء ولا كيتخلع من الامتحان. دونك كومون ديباسي هذوك لي بروبليم دوردر بسيشيك في القرايه. من موراها سي دو دومين اللي كيبقاو، سوا ريشيرشي ولا شيرشي ان امبلوا يعني لو سالاريا، وكيفاش دير. ودابا الاغلبيه ديال الناس جاني واحد لا فورماسيون سمي مع اف ماروك اللي هي ايدوكيشن فور امبلويمنت، سميتها فايندين جوب از ا جوب. وبدينا دابا لان بزاف الناس كيدوزوا من هاد لا فورماسيون وما كيلقاوش خدمه. علاش؟ لان انت كتعطيه البازيك اللي هو سي في ريشيرش دومبلوا اونتروتيان دومبوش، ولكن تيمشي تلقى كاين عنده اون ديفيكولتي سبيسيفيك ليه هو ماشي للناس كاملين. خويا انا بغيت نقول لك واحد القضيه سميه قاطعتك الله تكسر، بغيت غير نبقى غادي مع ماشي نسولك غير المساله اللي شارت لها غزلان، هو ديال التوجيه. قلت بانهم كيجيو هما معوقين من التوجيه، عنده واحد 80% مشى لواحد المجال اللي ما كانش فعلا كيامن به. انا خويا بغيت نقول واحد القضيه، وعرف جميع المجالات مع الانسان كيكون صغير غالبا الانسان كيكون كيعرف اش ما باغيش، ما كيكونش كيعرف اش باغي. انت الا قلت لك شنو الفروي اللي ما كتبغيش دغيا غتقول لي الهندي مثلا، ولكن الا قلت لك شنو اللي كتبغي غتقول لك كاين البنان كاين الاناناس كاين الليمون. ما نقدرش نقول لك هذه طبيعه بشريه زعما، راه الانسان عنده سهوله اكثر انه يعرف اش ما كيبغيش على اش كيبغي. وحنا خصنا نحاولوا نزرعوا في راسنا وفي ولادنا وفي خوتنا هذه القضيه دي، ما نضيعوش بزاف الوقت باش نبداو نختاروا اش كنبغيو، ما نبقاوش نعرفوا غير اش ما كنبغيوش. سي جوست سا فوالا اكزاكتومون، هذا هو الميساج. هذا هو الميساج اللي كنحاول نوصلو. ديرنييرمون كان واحد لاسوسيسيون سميتها اسوسيسيون انوال، دارت واحد البروجي خدمنا فيه دوزيام ايديسيون دابا، سميتو التوجيه كامب، مخيم التوجيه. كيجيو الناس بوندون اون سومان مخيمين، وكنلق التوجيه ما كنديروش بالطريقه التقليديه، يعني كنجيبو ناس مثلا ان ميدسان ان ارتيست شي واحد تيهضر لهم على الاكسبيرونس ديالو ومازال هما صغار قبل ما يختاروا، باش يعرفوا واش هذا الميتي زوين غير من برا حيت الناس كيديروه،
اولا انا بغيتو باسكو اليوميات ديال هذاك السيد اللي كيدير داك لو ميتي عجباتني. واش انتم كتعتقدوا بانه الانشطه الموازيه الان وهذه الخدمه ديالكم ديال الكوتشينغ خصها تكون مقرره حتى في الدراسه ديال الدراري باش نتوما تعاونوهم يعرفوا شنو بغاو؟ ما يبقاش حنا عندنا البسيكولوج في المدرسه غير ضربتي ولدك ولا شاف عنده امبل ولا شاف عيط للاب يقول لي اش درتي ليه؟ انا واش نتوما بغيت تجمعوا شي فيدراليه ولا الجمعيه باش تطالبوا بهذه المساله؟ انا بالنسبه لي هذا الحلم ديالي وخدمت عليه. دابا كنمشي لي زيكول سوبيريور باش نزرع هذا الشيء. بزاف ديال لي زيكول من مور فاش مشيت درت اون انترفونسيون ايزون كريي دي كلوب دو ديفلوبمون بيرسونيل فوسط ليكول ولاو تيديروا اون ماتيير امبليسيت زعما ما محسوباش في المقرر ولكن افورس دانفيتي دي بيرسون ا انترفينير تيتحسب بحال راه فريمون سي ان كور. لا ديرنيير فوا كنت في لينسام ديال كازا وعيط ليا لو ديريكتور بوغ انيمي واحد سميتو قال لي ليكول يلاه بدات وهذا اسكو تو بو اسوري مره دي انترفونسيون حيت الدراري مازال ما تبناتش ليكول تيقراو في ايكول اخرى اي سون ديموتيفي وهذا بالنسبه ليا سي ان با. الاكاديمي ماروكان دي زيتود ديبلوماتيك مشينا ما كانش هذاك لا ماتيير ما كايناش دخلناها دابا ولات موديول كيقراوه اوبليغاتوري. واش ما تقدروش على الاقل الاساتذه في لاجيستيون بدا من مستويات صغار اكزاكتلي لا وغير اساتذه هما يكون عندهم وعي بهذا الشيء لان استاذ غادي يقريك لا كوميونيكاسيون يعني التواصل ولا هذاك وهو ما عنده حتى شي علاقه بالكوتشين وما كيعرفش شنو هي البي ان ال ولا الكانال سونسوريال ولا اللاكتو الفيدباك ولا حتى شي حاجه اش غيقريك هذا السيد. كريم انت كتعاون الدراري باش كيقلبوا على خدمه ولكن انا بغيت نتكلم على مساله مهمه قالها مهدي دابا هي دوك الدراري اللي كيكونوا مربين والدراري كيكونوا مربين حنا كنخطئوا اخطاء كثيره معهم كاين شي مره ما كنقولوها لهمش كاين شي مره حتى كيعرفوها من عند البراني كاين شي مره هو بوحدو اللي ما كيكونش عارفها وكاع اللي داير به سايق الاخبار. فواش ما عندكمش حالات بحال هكا ديال الدراري اللي كتهرس لهم حياتهم بسبب هذه المساله وكيفاش كتحاولوا تخدموا معاهم باش يتجاوزوا هذه العقد هذه؟ انا في التجربه ديالي مع الناس اللي كجي اكومباني كاين بزاف ديال الحالات اللي المشكل ديالهم كيكون جاي من العائله. اغلبيه الناس بلوز او موان اللي عندهم مشكل في العائله تيكون سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون كيلكو باغ سوا شي حاجه كانت خصها تقال له وما تقالتلوش سوا شي حاجه ما كانش خصها تقال له وتقالت ليه مثلا ديال راك ما عطفروش او لا شي حاجه اللي هي نيجاتيف وهرساته. دونك كاين بزاف ديال الحالات كيفاش كنتعاملوا معاهم. اول حاجه بالنسبه لي في اي حاجه بغينا نديروها في حياتنا سي الثقه في النفس. الا ما تقتيش في هذا السيد هذا وقبلتيه ان انت كتقول انا نقدر نخدم ديك الخدمه كيفاش بغيتي هذاك لو ريكروتور يقبلك. دونك بالنسبه لي الثقه في النفس شيء اساسي تنبدا به هو الاول. الا غير نكسبوا الثقه في النفس ديالو يقدر يدير اي حاجه بوحديتو. دونك هذا سي ان بوان دو ديبار. القضيه اللي شار ليها كريم بحال بزاف ديال الاباء تيكونوا من كثره خوفهم على ولادهم كيبغيوهم انهم يكونوا شي حاجه كيوصل ليه لو ميساج كونتخيغ تيقول ليه انت عمرك ما تطفرو انت والله لا طفرتي انت ما غدير والو انت هو كيبغي يبان موتيفي. سي لو سوجي دو مون بروشين فيلم ان تانك رياليزاتور. اوكي. كي سابيل ديزوردر. شكرا للضيوف اللي كانوا حاضرين معنا كنتمنوا لهم حق واحد موفق ان شاء الله. كريم سعيدي كريم كانوت ومهدي بن كيران ميرسي بوكو. كنتمنى لكم ان شاء الله حد موفق كوزالي ريوسير كوزالي افوار توت لي بيل شوز دو لا في ريفي فو فينيغي با رياليزي فو ريف. شكرا لكم كاملين شكرا توس انصومبل اي كون اسي كونيسي كوم جي توجور دي دائما انه يكون عندنا حلم فردي ديالنا ويكون عندنا حلم جماعي متعلق بالمجتمع لانه لو غيف كوليكتيف اي تري امبورطون اوسي نحلموا بانه نعيشوا في مجتمع زوين منظم بخير سون فرونتيير ان شاء الله. شكرا لكم على تتبع برنامج اجيال كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه معنا الى اللقاء.